شو مثل العاده؟ نعم مثل العاده. مثل العاده، هون تغير السيستم كله. يعني الزبون ممنوع يمد ايده على القمه، نحن منطعمين بالتشت شو؟ والله منغنجو، اهلا وسهلا فيك. حبيبي والله، مغيرين العاده. اهلا وسهلا فيك. يا عم غمرنا بلطك. حبيب القلب ولو. حبيب قلبي ما تاخذنا ما تاخذنا ما تاخذنا ما تاخذنا ما تاخذنا ما تاخذنا يا حبيب ما تاخذنا بتصير بتصير ما بتنشفهم لا والله نادي لك شو من البداية هيك يا حبيب قلبي بتصير يا اخي بتصير 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 ما لنا مشكل ايه ما تمد ايدك انا بشربك حبيبي شو قلنا اتفقنا يلا وين الشو بركي شوفوا هونيك بيكونوا ورا ورا البيفيه يا عمي يا عمي شو بك يا عمي بلشنا اشرب انت بايدك انت ما لما راح ما راح تزبط كيف الاشغال الحمد لله شو بتحب تبلش بلش باللبنه خلص على ذوقك انا مصلي زمان هون انا هاي الفكره جايبه من برا كنت بالاساس قاعد على نهر ابراهيم فتحنا نفس المطعم كبرناه نحن منيح المطعم قلنا له بدي اقعد من هالفكره قبل ما حدا ياخذها جبتها لهون فانبسط فيها صاحب المحل وقلنا عاد علينا قلنا عاد فقلنا لنا بنفتح هون فرع نفتح هون فرع ومشيت لقيت اصداء يعني مش انه ما لقيت اصداء بس لا الاكل طيب تمام عذوقك اوعى بتنقط زيت بتنقط زيت انا شو قلت له؟ قلت له كمان شخص اسمه فهد تحت الماس ايه انتبه فيها عجوه قلت له لفهد نفتح هون بخلدي خلدي بخدمه الزبون نحن خلدي بتجنن كل عمره منيحه خلدي حبيب قلبي شو بيض منيحه بيض هيدي السيستم بالمغرب كانوا فاتحينها بلا بلا بخبرك قصه كان في مره نمر نعم في خبرك قصه كمان يلا خذ راحتك حبيبي بس بس علي طول بالك علي بس بدك انا بنطرك انا بنطرك بس بدك حبيبي شغل خدمه يا عم حبيب قلبي بس بدك انا ناطرك ان شاء الله على ذوقك باكله تمام دوق بيضات نشطه بكونوا ورا البيفيه لورا ورا ورا وين بنحط الصحون وراهم ايه وراهم ايه لك يا خي وراهم وين لا مالت هاي هاي المال يا خي بانك ما بنحكي يا خي بانك ما بنحكي يا خي شو هذا ولا لا متعصب والله متعصب لا متعصب بانك ما بنحكي انا باكل يا خي انا باكل يا خي انا عندي ايدين باكل يا خي انا فيك تاكل ما عندي مشكله بس نحن هون نحن بنطعمي عشان زعلان انت متعصب يا خي ما في انا دغري بعصب ما في اول مره انت زبون المحل طبعا زبون محل ما لازم روق لي اعصابك منين جايبينك يا عم منين جايبينك يا خي قلنا لك انه فاتحين نحن بنهر ابراهيم شو روح لعند نهر ابراهيم لهونيك يا خي زعجك ليك بقومه بقومه خلص يلا خي مشي الحال وما بدي هالقد يعني ما تعصب اسمعني شوي حبيبي يا عيوني شو بك؟ روق علي انا باكل بايدي شو بك انت بك شيء تخمين؟ طب هلق من خلص شو بدي اقول لك يعني انا خلص بعصبها يا اخي مش عم بدك تاكل بايدك؟ خلص ايه انا يلا لقمه خي لقمه خي انا ما حكيت شيء لقمه خي لقمه خي من لك انا عم اقول لك لقمه خي يا خي لا بتحكي خلص يا خي عقلك انا باكل بايدي يا خي خبز وملح تصير في خبز وملح لقمه واحده صار في خبز وملح اكلت خي انا اكلت خي لا عم تعصب ما بفهم لقمه لقمه ايه لقمه ما في غيرها يلا زعلان ما تزعل شو بك يا حبيبي شو بك انا باكل خلص خلص ما بقاش بدي خلص ها انا باكل بايدي خلص كول ايه خلص انا باكل بايدي ايه اوعى اصبعك مين يا انت منين جاي يا خي انت ما انا جاي قال لي تاجي اشتغل هون عم بجربون قلت بعمل هالفكره بركي لا منك نافع كانك منك نافع اهلا وسهلا فيك بس هون ممنوع تدخين شو ممنوع تدخين؟ هون ممنوع محل الدخان. انت عم تدخن كيف ممنوع تدخين؟ ممنوع صاحب المحل ممنوع تدخين هون. يعني انت صاحب المحل كيف؟ انت عم تدخن كيف بدك تدخن انا كيف يعني؟ ممنوع تدخين بالمحل اذا بدك تجي وزاره الصحه بتقوم لقيم اذا اذا شو بدي اعمل يعني؟ شو 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 ممنوع تدخين يا خيي انت عم تدخن يا خيي خيي في سيجارتك بدك في سيجارتي انا خيي زبون ممنوع يدخن بالمحل يا عمي كيف الحكي هذا يا خيي؟ كيف الحكي؟ لا بدي ادخن شو؟ بدي ادخن
لخي ممنوع؟ ما فيش ممنوع اللي بيدخن. شو ممنوع هي؟ لخي في سيجارتك هي، انت في سيجارتك. ضيع بالله يا خي بيدخن، شو بدك فيه؟ بيدخن. لا يا خي بيدخن بلا. طيب خلص، عم نمزح معك.